الثوره الصناعيه الرابعه ولات دابا واقع. لا فيما يخص ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، لا تحليل المعطيات الكبرى، لا فيما يخص استعمال يعني الاله في الجسم الانسان لابعاد طبيه، لا فيما يخص النانو تكنولوجيا، لا فيما يخص كثير من وهذه تطورات كبيره جدا. نعم تخلق بعض التخوفات والقلق، يعني انه الناس يقولوا الى جات مثلا انه الروبوتات راه الناس ما غاديش يبقاو يعني ما غاديش يبقاو خدامين، غادي تولي البطاله اكثر. ولكن انا تنظن هذه تحولات اكثر تحولات، يعني ربما بعض المهن غادي تندثر ومهن اخرى غادي تبان. اللي خصو الان وهو خصو انه الانسان يتحضر، ما نقولوش بانه المغرب بعيد على الثوره الصناعيه الرابعه، راه كاينه وراه بدات، وربما في سنوات مقبله قليله غادي ندخلوا لعالم الثوره الصناعيه الرابعه من الرقمنه وذكاء الاصطناعي الى غير ذلك. خصنا نهيئوا على مستوى المهن ومستوى الجامعات، وهذا هو اللي تنقولوا بانه على مستوى المدرسه المغربيه خصنا نمشيو ونبعدوا من هذه القضيه ديال الادبي وعلمي، ونمشيو انه نعطيو واحد تكوين مهم جدا في الرياضيات وفي العلوم وفي الهندسه وكذلك في ما يسمى بالكفايات الحياتيه ديال التواصل والكتابه ويعني وحل المشاكل والتعامل مع الناس وحل الى غير ذلك. ولكن كذلك نعطيو لا الطلبه ولا الاساتذه الامكانيه انهم يتعلموا دائما كفايه التعلم مدى الحياه، لان هذه اللي غتعطيهم الامكانيه ديال التاقلم مع المستجدات، لان الثوره الصناعيه الرابعه ما عارفينش كيفاش غادي تطور، لان كتطور يوميا. اذا الى هيئناهم وهيئنا يعني كفايات اللي هي حياتيه وكفايات اللي هي علميه وتكنولوجيه، وعندهم كذلك القدره على التعلم وعلى التكيف، يمكن لهم انهم يبدلوا المهن ديالهم، يمكن لهم انه رغم ان المهنه ديالو تبلي مهنه غير مرغوب فيها انه يمشي لمهنه اخرى. ولكن خصنا كذلك انه تكوين ديال الاساتذه وتكوين ديال المعلمين، وخص تغيير ديال المناهج الى غير ذلك باش انها تواكب هذه الثوره الصناعيه الرابعه. اذا انا ارى فيها فرصه كبيره جدا بالنسبه للمغرب باش يدخل عالم الرقمنه، باش يدخل عالم الثوره الصناعيه الرابعه من بابها الواسع. وهذا يعني انه مسألة اللي هي غتكون عندها غتعود بالدفع كبير على البلاد إن شاء الله.